لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل ثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، خير من صام وصلى وقام وقرأ القرآن. يا رب صلي وسلم وبارك على النبي المصطفى، على النبي المجتبى والرسول المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله كشفت به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء. يا رب بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، علم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وسلم، عبد الله حتى أتاه اليقين. هذه ثمرات رمضان أحبابي، هذه خيرات رمضان، هذه بركات رمضان. نحن اليوم نودع رمضان، نودع رمضان، نودع رمضان. كنا منذ قليل نقول اللهم بلغنا رمضان، وكنا في رمضان يا رب ارزقنا الصيام إيمانا واحتسابا، يا رب ارزقنا القيام إيمانا واحتسابا. ونحن نقول يوم اليوم يا رب، يا رب تقبله منا، يا رب تقبله منا، يا رب تقبله منا. والله والله نبكي، نبكي على هذه يعني الأيام وعلى هذا الموسم العظيم. وعشت معكم أيها الأحبة، عشت معكم مع القرآن بين يدي رمضان، تكلمنا معا عن قضية التقوى والمتقين. أنصح نفسي وإخواني نخصص ختمة اسمها ختمة التقوى، نشوف المواضع العشرة اللي احنا شفناهم في الحديث عن التقوى والمتقين. في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، في ثاني موضع ولكن البر من اتقى، في الموضع الثالث قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، في الموضع الرابع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وثم يأتي الوصف. في الموضع الخامس من سورة الأنبياء ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ثم الموضع السادس في سورة الفرقان في الحديث عن ليس عن المتقين ولكن عن إمام المتقين، أئمة المتقين، وجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء ابدأ وامسك ورقة وقلم وحاول أن تكون منهم وتنتسب بهذه النسبة العظيمة وهذا الشرف العظيم، شرف العبادة، شرف العبودية لله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن تأتي إلى قوله تعالى والذين يقولون ربنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب اجعلنا منهم يا رب، واجعلنا من عباد الرحمن، واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بارك لنا في ذرياتنا وفي أزواجنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ثم يأتي الموضع الثامن أو السابع أو الثامن في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم يأتي موضع قاف: وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذه أوصافهم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا مزيد الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا رب ارزقنا الحسنى يا رب، وارزقنا الزيادة يا رب، بلذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم يختم ونختم معا في المتقين في آخر موضع في القرآن في قوله تعالى من سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أهل إحسان، أهل اجتهاد، أهل عمل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وأهل عطاء وبذل وسخاء وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نحتاج إلى أن نراجع هذه المعاني وأن نحاول أن نتدبر القرآن ونخرج من ختمة أو ختمتين بدراسة التقوى التي هي الغاية من صومنا في قوله تعالى: لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام أيها أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان ينبغي لنا أن نبحث مع بداية رمضان ونحن بحثنا سويا كيف نكون من المتقين. اعمل لك يعني قائمة واكتب فيها هذه الصفات للمتقين لتعيش بها حتى تلقى الله عز وجل أو تلقى رمضان المقبل بإذن الله تعالى. ثم انتقلنا ورأينا أن هناك ارتباط وثيق بين قضية اليوم الآخر وقضية المتقين والآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. سبحان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تكلمنا وحلقنا في سماء اليوم الآخر ورأينا أن قضية اليوم الآخر قضية جوهرية، قضية عقدية، قضية إيمانية، قضية عبادية، قضية أخلاقية، قضية اجتماعية، قضية اقتصادية، قضية تربوية. وبعد ذلك ذهبنا إلى وسام الرضا ورأينا أن الرضا في القرآن جاء في أربعة مواضع بيّنت منهجا شاملا للفرد والجماعة والأمة وهو محور الأخلاق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومحور الاتباع: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومحور التوحيد: محور الولاء والبراء: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم في المحور الرابع، محور الإيمان والعمل الصالح والثمرة المرجوة التي نريد أن نخرج بها، وهي الخشية، الخشية، الخشية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم ختمنا الحديث بقضية الذكر، والله لا يعني لم يسعنا الوقت في أن نتحدث هذه القضية. وأنصح الناس جميعا في أن ينتخبوا كتابا في الأذكار من المشهورة بين الناس، ومعلوم لديكم أن هناك كتب كثيرة في البيان الأذكار التي علمها إيانا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواضع. من أراد أن يفرج الله كربه، من أراد عز وجل أن يعني يكشف عنه الهم والغم والحزن، من أراد أن يرفع عنه البلاء، من أراد أن يتقوى بذكر الله عز وجل، خذوا هذه المختصرات في الأذكار. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن أعتقه الله من النار في هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله أن يرزقنا صيام رمضان وقيامه أياما عديدة وأزمنة مديدة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالخير، يا رب اختم لنا بالخير، يا رب اختم لنا رمضان يا رب برضوانك والعتق من نيرانك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا يا رب الثبات، وارزقنا يا رب المداومة على الطاعة يا رب العالمين، وأعزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا وأنت راض عنا، واجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.